ازاي اقدر يبقى معايا فلوس كتير؟ اشتغلي. الشغل اللي بيخلي معاكي فلوس يبقى انت عاوزاه تعملي بيها ايه؟ ازاي يبقى احساس حلو، يبقى حاجه لنفسك او كده، تشتري حاجه قيمه مثلا ذهب او حاجه، فتبقى حاجه كويسه. بس اشتغلي مش كتير، ممكن ما يبقاش في الاول كتير. يعني اقسم بالله انا عايزه اقول لك، اول ما ابتديت خالص كان حاجات اللي هو 200 350، حاجات عبيطه. مع الاستمرار بقى بتوصلي لحاجه كويسه، دخل كويس شهريا. شمس بقى ستايلك في لبس حلو قوي، بقى شكلك حلو، بقيتي مهتمه بنفسك، احلوتي. شكرا. قولي لي بجد، هو ال ايه يعني؟ انا والله ما بستهزأ بحد، بس اللي هو انا رايي يا حبيبتي، هو قدر يعني؟ انا مش بستهزأ بيكي على فكره، ومستهزأش بالرساله قد ما اللي هو خليكي واقعيه. بعدين يا جماعه انتوا فاضيين دماغكم، والله العظيم فاضيين دماغكم. ده حبيبه قلبي، انا مش مقتنعه بحاجه واحده، حد جه خبط على بابك وطلب ايدك، لكن بقى مشاعر وحاسه ومش حاسه، فاكس اصلا. هو ايه بعد ما تحسي؟ طول ما انت جواكي قشطه، هقول وما اقولش، واقابل وما اقابلش، واعمل وما اعملش، انا قلت لك حرام. بس مش مستهزئ بيكي، وبقول لك اشغلي نفسك، بلاش تسيبي دماغك، مش حلو. والله اصلا علاقتي بالحيوانات مش قد كده. يعني عايزه اقول لك والله العظيم، انا كنت في عز الشيخ من كام يوم، الكلاب بتتعرف عليا من على مسافه. والله العظيم كان المواقف كلها ازبل بالنار مع الكلاب ومع القطط، يعني حاجات كده اللي هو استغفر الله العظيم. ماشيه من طريق، اقسم بالله حرفيا يجي 20 كلب و30 كلب، كلهم طالعين من ارض زراعيه. واو واو، لو وقفت اصلا وجريت لورا. واحد بقى الله يكرمه كان سايق مستريك، فوقف وبعد كده قام زوم على المستريك. هو قال لي اركبي، بس انا ساعه ما رضيتش اركب، يعني قلت له لا شكرا وبتاع وكده، فقعد يزوم على المستريك لحد ما هم بعدوا وانا عديت، هو بقى كمل سكته. بس يشكر كلكم. الموقف كان لسه امبارح، شخص واقف على المستريك فهو عمال يلعب كلب، بس هو المستريك بتاعه ايه؟ عليه قفاص، فمعرض وهو واقف بالعرض، يعني واقف بعرض البتاع، هو بيلعب الكلب من لما التانية وانا جايه كده، فاهمه؟ فانا مش شايفه الكلب، انا فاكره بيلعب حفيده، بيلعب حاجه مستخبيه، ما مستريك مخبيها والقفاص مش واضح. فانا يا بنتي انا ماشيه عادي، لقيت حرفيا بق الكلب على رجلي، فطبعا ناهيكي عن ان انا عملت ايه، انا رفعت ايدي وزدت الطريق وجريت، ويقول لي ما تجريش، والكلب يلا الحمد لله، الحمد لله لما قرمني. والله العظيم ابتدى كان بجد العزبه كلها كده عماله تتحجم بيها، وفوق وتحت يعني، ومسخره الشارع. بس انا ما الكلب حرفيا بقه كان على الرجل. شفت انت اللي بيستسلم يعني؟ رايح كومه جاي على فكره. قولي لي ازاي خس زي كده؟ لما كنت ماشيه على الجيم؟ لا والله بصي، انا ما كنتش ماشيه على الجيم، هو ولا ماشيه على الجيم، ما اعرفش امشي اصلا على الجيم. هو الفكره ان انا كنت يعني ببقى بشرح طول النهار وكده، فانا بره، فباجي بقى على قد اللقمه اللي امي عاملاها، بس طول النهار بقى ايه، باكل بس شيبسي بتاع، بس بعوض انا عماله واتكلم بقى مجهود في مجهود، فبنص على نبي يعني، فاهمه يعني؟ في طاقه قدام انا باكله، بس بنزل شويه بس مش خس. اللي هو توقعي تجيبي كام الترم ده بعد امتحان تمريض؟ مش عايزه اتوقع حاجه، انا خايفه اصلا، بس في نفس الوقت يا ربي انت على كل شيء قدير. انا لسه خطيب جديد، اجيب لي خطيبتي ايه عشان تعرف ان انا كريم؟ بص ما عنديش، انا اسفه انا ما عنديش خبره، بس تسال حد، لان انا هقول لك ايه يعني، هي ممكن تكون واحده عمليه تحب هدايا، حاجه تفيدها في اللي هي بتعملها، ايا كان بقى نوع دراستها مثلا، الحاجه اللي بتعملها، فانت ممكن تقدم لها حاجه هتفيدها. ممكن تكون شخص بيحب الاكل، بتحب الشوكليتس والحاجه دي، فاهمني؟ بس انا مش شايفه انك تاخدها اساس يعني، هو معاك هات معاك خوف، بس مش عارفه، انا ما عنديش خبره قوي بصراحه. وانا هقول لك حاجه بس ما تزعليش، تعودي انك تكوني شخص شبعان بجد، يعني كل مستويات تبقي بني ادمه شبعانه، مش ان انت مستنيه حد يحقق لك اللي انت عايزاه. انت عايزه تجيبي سي، يعني انا مش عارفه اقولها لك ازاي، بس اللي هو اشبهي نفسك، اقعدي مع نفسك جلسه كده وقولي لها هو انت عاوزه ايه، يعني عاوزه لبس، عاوزه ايه، يعني عايزه تتفسحي تسافري مكان، عاوزه تاكلي ايه، يعني فاهمه؟ اقعدي مع نفسك واكتبي انت عاوزه تعملي ايه. وعايزه اقول لك ان انا عملت ده في يوم من الايام، علشان انا اشبع نفسي بنفسي. سوري ما يبقاش يعني، سوري يعني
ما تقبيش بص بس اللي جاي على اساس انه معاه معهوش، انت كده تبقي غبيه يعني. انا اسفه انا اسفه انا بقول كده، بس والله العظيم انا مش بقولك ان انت جعانه، بس انا قصدي انك تشبعي احتياجاتك بحس ايه يعني، ما فلوس، فاهمه قصدي؟ اللي هو توصلي للليفل ده والله العظيم هترتاحي قوي يعني، ترتاحي اللي هو يعني تبقى دي اخر حاجه، اللي هو انا ايه يعني، ما تقبلش دي اللي ممكن تخليكي تضغطي على حاجات اهم، فاهمه؟ لا انا اهم حاجه عندي حاجات تانية بقى، احطها عندي في اولويتك يعني، انا مش هتدخل في دي. بس اللي هو فيكس ده شقته مش عارف ايه ده فيكس، فاهم قصدي؟ المهم يا ابني يعني مش عارفه اقول لك ايه، بس اللي هو هتحترمني ازاي، فاهم قصدي؟ دي في رايك، انت حره برضه. بس قولي هتخطب امتى؟ والله ما في حاجه بتاعت ربنا، وانا بصراحه مش هتطلع وقت، يوم راحتها هتيجي على مهلها، انا عشان ورايا درس دلوقتي اقسم بالله، بس ما صليتش. السلام عليكم. حاجه عندي الشخص المناسب يعني، ما تشرفش حاجه، انا براحتي انا يعني، اللي هو اهم حاجه ده يعني، حد ده بقى هيكون حد محترم، حد مش عارف ايه، حاسه انا محتاجه اعمل عين ماجستير ابحاث، لكن يعني عايزه اشغل عقلي، عايزه استخدم عقلي في اختيار اللي ينفع، عايزه تبقى الميزه حاجه منثوره هتروح يعني، مش عايزه حد يقول لي على فكره، على فكره انت غلطانه ده في كليه كويس، على فكره انت غلطانه ده يعني، فاهمه اللي هو ده شقته حلوه، انا مش عاوزه اسمع الكلمه دي من حد، هو بغض النظر ممكن بسمعك كنت برد عادي، بس اللي هو هو ايه اللي هو اهم حاجه شخصيه، فلو مفيش شخصيه يبقى بالبلدي تقدير، تكوني انت محترمه الشخص قدامك ومقدراه، وطبعا مش هيجي لما تحبيه، وحقك انك تحبيه طبعا، بس اللي هو الفكره حب مع تقدير مع احترام، لو ده مش متوفر ما تظلميش حد معاك، اما يعني ان انت برضو بتقدمي، وعشان تقدمي لازم تكوني محترمه اللي قدامك، فلو انت مش حاسه اي حاجه ف عادي براحتك خدي وقتك. بالبلدي تقدير، تكوني انت محترمه الشخص قدامك ومقدراه، وطبعا مش هيجي لما تحبيه، وحقك انك تحبيه طبعا، بس اللي هو الفكره حب مع تقدير مع احترام، لو ده مش متوفر ما تظلميش حد معاك، اما يعني ان انت برضو بتقدمي، وعشان تقدمي لازم تكوني محترمه اللي قدامك، فلو انت مش حاسه اي حاجه ف عادي براحتك خدي وقتك. ممكن اقول لك حاجه؟ لا انت عايز شايقه وانا مش طايقاك الله العظيم. ايه يا حمزه؟ عندي كام سنة؟ هيفيدك بإيه يعني؟ أنا عندي كام سنة؟ لا مش عارف، بس عندي 20. إيه كبيرة؟ بتحزنني تاني يعني. 15 10. 15 10؟ أقسم بالله لو ما خلصت لأمه هفستيكك. فإن حس حمزة خلص فعلا مكمل بيت راسك. شمس عاملة إيه في تمريض؟ عادي عاملة عادي عاملة، أنا عايشة يعني عادي، امتحانات وخلاص. طموحك تعملي ايه بعد الكليه؟ اما خلص الكليه عشان والله العظيم صدقيني انا بقيت، انا زمان مش زمان قوي يعني، كنت بقعد افكر كتير، ويعني ودخلت في مود ديبريشن فظيع، انا رحت سايكو ثيرابي بسبب الموضوع ده، فبعد كده اللي هو لا زي ما تيجي تيجي يعني، انا بقيت دماغي اقسم بالله بتقتلني 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 جامد يعني، كانت بتخليني عايشه في جحيم.